صحة شبيبتكم. بمناسبة انتخابات البلدية، فريق الكاميرا الخفية أسس حزب جديد اسمه حزب القفة. حزب القفة يعطي برشا معاني، برشا أمل للحياة، برشا استعدادات لتحسين البلاد. خلينا نشوفه ببعضنا حزب القفة في 24 ساعة زعمة ينجح ولا لا. شوفوا ببعضنا. بلاي سامحني باش نحكي مع المواطن خاطرش نفهموا البرنامج بتاعنا وبعد كنا يا مرة باهي ميسيرش يا ما تهربش يا عديس باهي ميسيرش افهمني احنا الحزب هذايا حزب معناها حزب القفة فهمتني احنا غايتنا ان معناها للمواطنين تستانس بالحزب هذايا فهمتني انت باش تقول فينا كلمة بالحزب هذايا فهمتني وتو نخلص خويا معناها ما غير امشي الحال امشي الحال امشي الحال تتكلم وبعد امشي الحال لا تحل قبل لا تحل قبل عليه نتكلم تو ندري عليك شو تقول وين لا كل اللي تقول لي نقول باش واش نقول لك تقول ما تقبل لا خاطر تشوف اللي تحكي مش ما تحكيش قاعد يصور الراجل لا مش يصور لا ما تصورش لا ما نفسر فيه شنو الافاق بتاع الحزب ما تصورش عايشك عايشك مش من رواد الحزب ومحبين لا لا هذا متعدي على روحه تحبوا تسالوه سالوه ها يجي تفضل متعدي ويعرف كل احبائي المشاهدين معنا مو باهي لحظه قص بسيش قص قص ونعاودوا نرجعوا قص انت قلت باش تعطيني فلوس نعطيك 50 دينار مدي 50 دينار ولا نقول لي تحب تحبش نعبي لك روحي نعبي روحي لا 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 اسمعني تخيل لي سعد غادي افهم انت باش تحكي قبل كي نعطيك انا من هنا وبعد كي انت بتسب في الحزب فما رب حتى انا ثم مره بوجه هي وجه علاش عيطت لك انا خاطر عرفتك واش قلت كلمه به باهمش فهمت انا مثيقك الاودي ثيق يعني تسلي يعني بتو هكا باللي رئيس حزب كامل سيدتي وسادتي اكم ثيق سيدتي و 50 دينار دبروا اما لازم تعمل لنا قول ايش نقول قول اللي بي سيدتي وسادتي سيدتي وسادتي تصور هما تصور شو الحزب هذا فاهمني شو حزب القفه حزب القفه باه سيدتي وسادتي من أمام خيمة حزب القفة في نقل مباشر لآخر لحظات من الحملة الانتخابية البلدية قبل الصمت الانتخابي معنا مواطن من رواد أو من محبي حزب القفة معنا الأخ بكار أخ بكار عندك برشا أنت تابع في حزب القفة مدة ومن محبي حزب القفة تنجم تقول نسبة الاقتناع بحزب القفة قداش وصلت 70% 80% 100% تنجم تقول الشعب التونسي كله في لا مقتنع مقتنع بحزب القفه اكيد وانت قناعتك بحزب القفه باس واهداف الحزب هذا شنو هدفه هو كما نقولوا التنميه وبرش حاجات عمرها للشعب ان شاء الله مش يبقى خير اذا ان شاء الله نهار 6 ماي مش تكون في الموعد ومش تنخب الحزب حزب القفه معنا مواطن اخر وشريحه اخرى اليوم تعبر على حزب اخر اسمه حزب القفه وعدنا ان شاء الله مش يكون نهار 6 ماي في مركز الاقتراع ومش ينخب الحزب القفه وبهذا نكون ان شاء الله كملنا الجورني نتاعنا وان شاء الله في تظاهرات اخرى كوبي والله معلم صدقني معلم 50 دينار برا يرحم والديك خير من 50 دينار لا لا 50 دينار ما كانش يا ودي راح بالكاميرا للدار عليه قال لي نعطيك 50 يا ودي فهمنا انا شنو لا يا ولدي والله نقلبها الليل عليه ايش فسلك اعطيني ال 50 دينار يا ولدي كي ترش برا عايط للولاد كلكم قاعدين عليه انا وليد يا ولدي فهمت انا وياك اعطيني 50 دينار نعطيك حاجه اقوى قال لي نعطيك 50 دينار امشي نعطيك 50 حاجه اقوى من 50 قال لي نعطيك 50 دينار امشي وكي نقول لك برا ربي يطول لك في عمرك ما حسيش نقول لك برا يرحم ما حسيش كي تقول لي تو تموت ما حسيش 50 دينار ليه ادفع ليك انت مش تنشف يا ولدي 50 دينار نتاعك ما يعطاك يا اخي امشي تحل تو هكا هكا انت لك ولد الحزب يا ودي لو ولد حزب هكا تو في صدرت ثور 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 امشي تحل 50 دينار يا ولدي ثور مثال ثور عاد لا لا سيدي عاد ها مثال بلون كوب على الحزب خليه ياخذ يا ولدي 50 دينار لا تقول لي حتى حكايه قلت لك يرحم والديك امشي 50 دينار تاع شنو؟ والموفون بلا انت وعدتني ولا وعدتك لا وعدت مانكش علي لا مانكش عليك لا مانكش عليك فهمني امشي امشي هذا ال 50 قال لي تصور معنا عندك 50 دينار عندك حق عندك حق مد لي 50 دينار لا لحظه قبل كل شيء سمح يا ولدي امشي هل حنط خنط غادي مد لي 50 دينار سمح امشي سمح بالله لحظه 50 دينار
يا ودي لا انا معاك معاك رانا اللي اللي خدمناه كله ما تصورش يا ودي ما يمني تصور صح عاود معايا شويه عاود معايا 50 دينار بي عاود معاه ونمد يا ودي والله ما تمد 50 دينار عاود معايا بالله قلت لك والله عاود معايا ساعه يا ولدي قلت لك والله شلونكش عليه يا ولدي مقبول انت بعقلك تسمعني ولا ساعه يا اخويا خلي 50 دينار ما مش بالموضوع هذاك انا مش بيه لحظه احنا عاودتي لا ما سامحني بيه احنا صورناه بكري ما يهمنيش ما حطش ريك نعاودوه عايش خويا يا ولدي مد لي 50 دينار تو هو وعدك بفلوس معناها وعدني هقول لي بلاش فلوس وعدني يا هو وعدني لا لحظه عاود يا ولدي هات 50 دينار نعود لتغطيه الحدث من خلال حزب القصه ليه تو ليه ما تكملش سيبك يا ولدي يرحم والديك اي يرحم والديك خويا لا 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 لينا فماش يا ولدي نترحم لي على والدي لو ما يعصب 50 دينار وعدك بفلوس هو وعدني قدام الناس كل تقول لهم قدام عدي يا ولدي مصور يا ولدي راني مخلبص ما تعملش هكاك ريض باهي وعدك بفلوس يا ولدي نحي الكاميرا وبعد علي قداش عندك من عام تبع الحزب هذا اعطيني 50 دينار 50 دينار تقول لهم مش عطيها تو انت فضحتني تو هكا تو يا ولدي ما انت ما فضحك انت لو غادي يضرب هات ال 50 شنو اللي نضرب فيه؟ مكراجل وخرجتها من قزومتك حطها يا خويا شنو نقول لك حزب هذا ما طولوش جمله حزب بدون حزب على الحيط عليه سحب انت من الاخر هذا السيد هذا وعدني ب 50 دينار انا وعدتك ما مداليش وش صحيح معناها نسبه المصداقيه نتاع الحزب هذا شو يا ولدي تحت الزليز وطول 50 دينار راه رحمن يا رحمن عليه ما يهمنيش وعدك 50 دينار مد 50 دينار ياك بقول في كلمه باهي عايش الولاد يجاوبوا غاد شنو الولاد؟ اجا ما غاد يا ودي اسمعني 50 دينار